حافظوا على أنفسكم، ابقوا في البيت، اغسلوا أيديكم بالماء والصابون جيدا. اليوم إن شاء الله سوف نتعلم أشياء جديدة، ولكن في البداية علينا أن نتذكر معا بعض الحروف التي تعلمناها. ما هذا الحرف يا ترى؟ أحسنتم، إنه حرف الطاء، رائعون يا أصدقائي. وما هذا؟ انظروا إليه جيدا. أحسنتم، إنه حرف السين، أحسنتم يا أصدقائي. وهل تتذكرون هذا الحرف؟ نعم، إنه حرف القاف، تعلمناه في الأسبوع الماضي. واليوم سوف نتعلم أشياء جديدة عن حرف هذا الأسبوع، وهو حرف الكاف. أحسنتم، أحسنتم يا أصدقائي. ولكن في البداية علينا أن نتعلم كيف نحلل معا. سوف نحلل كلمة كتاب. هيا نبدأ في تعلم التحليل. في البداية إذا كان الحرف لدي فتحة أو كسرة أو ضمة، أي من هذه العلامات الحركات، نقوم بكتابة الحرف بمفرده. ولكن انظروا هنا إلى التاء، هل يوجد معها فتحة أو كسرة أو ضمة؟ لا. أحسنتم، إذن فهي معها مد، والمد هنا هو مد الألف. ننظر إلى الباء، الباء هنا في نهاية الكلمة منفصلة ومعها تنوين ضم، عبارة عن ضمتين نكتبهم معا، سوف نتعلمه في الصف الأول إن شاء الله. انظروا معي هنا، قمنا بكتابة الكاف مع الكسرة بمفردها ك، والتاء مع مد الألف هنا لا ينفصلان، فهما مقطع مد ونلفظه تاء. أحسنتم يا أصدقائي، صوتها طويل تاء. والباء هنا مع تنوين الضم، ضمتين في آخر الكلمة بن. هيا بنا لنقرأها قراءة تحليلية، ك تاء بن، لا نقرأها هكذا كتاب، خطأ، علينا أن نقرأها بصوتها الطويل والقصير، كتاب. أحسنتم يا أصدقائي، أحسنتم. والآن رحبوا معي بحرف الكاف. أهلا بك يا حرف الكاف، مرحبا، مرحبا بك حرف الكاف. تعلمنا في الأسبوع الماضي حرف الكاف مع الحركات القصيرة، ك كو ك، كاف مع الفتحة ك كل، الكاف مع الضمة ك كرسي، الكاف مع الكسرة ك كتاب. والآن سوف نتذكر معا الأصوات القصيرة من خلال الأنشودة، ونعود لنتعلم الأصوات الطويلة. هيا بنا. للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان، هيا نقرأ بالعربية والكل حروف ذهبية، حرفا نقرأ حرفا نكتب ونلون حرفا فنان، دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. الكاف مع الفتحة ك ك ك ك ك، الكاف مع الضمة كو 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 كو، الكاف مع الكسرة كي 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 كي، والكاف مع الساكن ك ك ك ك، الكاف المفتوحة كلب ك ك ك كلب، الكاف المضمومة كرة كو كو كو، الكاف المكسورة كتاب كي 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 كتاب، كاف ساكنة مكتبة ك ك ك مكتبة، دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. والآن بعدما تعلمنا معا الأصوات القصيرة، سوف نتعلم معنا اليوم
الأصوات الطويلة الكاف والمدود، هيا بنا علينا أن نتذكر معا في البداية أن لدينا ثلاثة مدود: مد الألف، مد الواو، ومد الياء. ياء كبيرة آخر الكلمة، والياء الصغيرة التي تتصل في وسط الكلمة. الآن أصبحنا كبار فلا نحتاج مساعدة، ولكن يمكن أن نفكر بمفردنا ونزاوج الأفكار مع عائلتنا ثم نشاركها مع المعلمة. هيا يا بطل، من يلفظ لي صوت الكاف هنا مع الفتحة؟ أحسنتم، كه كه، أحسنتم. من المد الذي يساعد الفتحة؟ هل هو يا ترى مد الواو أم مد الياء أم مد الألف؟ أحسنتم، كه كه، الصوت الطويل لها ك. أحسنتم، سوف نقوم بتوصيلها. والآن الكاف مع حركة الضمة، من يسمعني صوتها؟ رائعون، كه كه. من يا ترى المد الذي يساعد الضمة؟ هل هو يا ترى مد الواو أم مد الياء؟ هنختار له المقطع كو أم كي. رائعون يا أصدقائي، إنه كو. أحسنتم، ولم يتبقى لنا هنا غير الكاف مع الكسرة كي كي، وصوتها الطويل هو كي، الكاف مع مد الياء. أحسنتم أحسنتم يا أصدقائي، رائعون، أصبحتم كبار. والآن سوف ننتقل لشيء آخر، علينا أن نتعرف على أشكال الكاف مع مد مع المدود وأصواتها من خلال الكلمات. من هذا يا ترى؟ أحسنتم، إنه كاتب، هو من يكتب لنا الروايات والقصص الجميلة التي نستمتع بها. كاتب كاتب. يا ترى الكاف هنا مع أي مد سمعنا صوتها؟ هل هي هنا الكاف مع مد الواو داخل النجمة، أم هنا داخل الدائرة الكاف مع مد الياء، أم في المربع؟ أحسنتم، إنها هنا كاتب، هنا صوتها كو، أما هنا كي، ولكن هنا كا. أحسنتم يا أصدقائي، إنها الموجودة بداخل المربع كاتب. أحسنتم، صوتها طويل، رددوا مع ماما في البيت يا أصدقائي. ما هذا يا ترى؟ أحسنتم، إنه كوب. هل هو ممتلئ أم فارغ؟ ممتلئ، رائعون يا أصدقائي، ولكن انتبهوا حتى لا يكون ساخن فيؤذينا. الكاف مع أي مد هنا يا ترى؟ هيا لنلفظها ونعرف، كوب. أجل، إنه مد الواو، علينا أن نختار الكوب مع المقطع المناسب للكلمة. هل هو هنا كا أم هنا كو، أم هذا الكوب الأخير كي؟ أحسنتم، إن هنا مد الواو، وهنا أيضا الكاف مع مد الواو، الكوب الثاني كوب. أحسنتم يا أصدقائي، أما هنا فالكاف مع أي مد ستكون؟ يا إلهي، ما هذا؟ انتبهوا جيدا، ابعدوا أيديكم، إنه سكين، والسكين من الآلات الحادة التي نستخدمها في تقطيع الطعام. ولكن يا ترى من سيستخدمها؟ دعونا لنرى، هل يستخدمها هذا الطفل الرضيع؟ لنرى ما هو المقطع الموجود معه. كا، هل هذا يشبه هذا المقطع؟ كي، لا، الحمد لله لا يشبهه. من هؤلاء؟ إنهم أطفال صغار في مثل سنكم، هل هم من يستخدمون السكين؟ دعونا نرى ما هو المقطع الموجود معهم. إنه كو. أحسنتم، ولكننا نحتاج المقطع كي مع مد الياء وليس مد الواو. الحمد لله ليس هؤلاء الأطفال. إذا من هذا؟ أحسنتم يا صغاري، إنه الأب الكبير، هو من يستخدم الآلات الحادة. البابا أو الماما في البيت هم من يستخدمون الآلات الحادة وليس الصغار، ومعه مقطع كي. أحسنتم،
أحسنتم، سكين كي. الكاف هنا مع مد الياء في وسط الكلمة، ياء صغيرة وسط الكلمة، هيا لنوصلها. شكرا لك أيها الأب الجميل. والآن ماذا به هذا الطفل؟ توقف يا صغيري، إنه يبكي بصوت مرتفع، يبكي يبكي. الكاف هنا أيضا مع مد الياء، أحسنتم يا صغاري، ولكن الياء هنا فكروا، رائعون، ياء كبيرة في آخر الكلمة. هيا بنا لنعطيه كعكة حتى يتوقف عن البكاء. هل يا ترى سوف يأخذ الكعكة التي بها ك أم كو أم كي؟ فكروا، انظروا هنا واسمعوا جيدا، يبكي. أحسنتم، إنها الكعكة التي تحمل المقطع كي. الكاف مع مد الياء، هيا توقف يا صغيري. رائعون يا أصدقائي، كنتم رائعون اليوم جدا. تعلمنا الكاف مع المدود، الأصوات الطويلة، مع مد الألف كان صوتها رائعون، ك. رددوا مع ماما في البيت. ومع مد الواو، كو. أما مد الياء، كي. ياء كبيرة آخر الكلمة، كي. ياء صغيرة وسط الكلمة. رائعون يا أصدقائي، علينا أن نردد كثيرا الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة لحرف الكاف. والآن سوف نتعلم معا كيف نكتب الكاف مع الأصوات الطويلة. هيا بنا لنبدأ من عند النقطة ونبدأ. خط مائل إلى اليسار، خط مائل إلى الداخل إلى اليمين، يصل إلى السطر. نسير بشكل مستقيم ونصعد بمد الألف إلى الأعلى ويكون صوتها ك. أحسنتم، مع مد الواو نكتب الكاف، خط مائل جهة اليسار، خط مائل جهة اليمين، يصل إلى السطر. نسير على السطر بخط مستقيم ونلف مد الواو وصوته كو. أحسنتم، وهنا نكتب الكاف، نسير على السطر هكذا مع مد الياء وسط الكلمة. أحسنتم، أيضا الكاف هنا، لكن انتبهوا، مع مد الياء الكبيرة آخر الكلمة، ولا ننسى النقطتين. أحسنتم يا صغاري، رائعون، رددوها معي، ك كو كي. ياء صغيرة كي، ياء كبيرة. والآن سوف نتعلم معا الأصوات القصيرة والأصوات الطويلة معا. الكاف مع الفتحة ك، وصوتها الطويل ك. الكاف مع الضمة ك، وصوتها الطويل ك. الكاف مع الكسرة ك، وصوتها الطويل ك. أحسنتم، هيا بنا لنصل معا الكلمات بالأصوات. هذه هي كلمة سكين، أي صوت مد تسمعون يا أصدقائي؟ فكروا. أحسنتم، إنه الكاف مع مد الياء، رائعون. وهنا كلمة كاتب، أي صوت نسمعه؟ أحسنتم، إنه الكاف مع مد الألف، رائعون يا أصدقائي. وهنا يا ترى كو، رائعون، في كلمة كوب، رائعون، الكاف مع مد الواو. أحسنتم يا أصدقائي، علينا أن نميز جيدا بين الصوت الطويل والصوت القصير. الواجب إن شاء الله سوف يكون في كتاب النشاط صفحة 108 و107، والكتاب المدرسي 116. علينا أن نلون الأصوات الطويلة لحرف الكاف. أراكم لاحقا.